بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنبدا نكمل الجزء الخاص بماده الكنترول انجينيرنج، موضوع الروت لوكس. روت لوكس باختصار انا بستخدمه معايا ليه؟ علشان اتست الاستابيليتي. احنا طبعا جربنا شفنا مع بعض ان انا اقدر اتست الاستابيليتي بتاعتي قبل كده عن طريق الايه الروت لوك الراوس تيبل، وهنبدا ناخد تيستينج الاستابيليتي عن طريق الروت لوكس وهنتست عن طريق البوت بلوت. طيب ايه اللي بيحصل في الثلاثة؟ انا هنا الراوس تيبل بيعمل ايه؟ كنت بتست اشوف كام بول موجود معايا في النيجاتيف وكام بول في البوزيتيف. لو كل البولز الموجوده معايا في النيجاتيف يبقى السيستم بتاعي ستيبل والموضوع انتهى. لو في واحد على الاقل على في البوزيتيف يبقى كده انستيبل. طيب لو كان كله في النيجاتيف واحد بس على الواي اكسس يبقى كده السيستم بتاعي كريتيكال ستيبل. يبقى خلاص دول التصنيفه اللي كنت بقدر اعرف بيها السيستم ستيبل ولا لا او انستيبل او كريتيكال بدون اللجوء لشكل البولز والزيروز الموجودين. لا انا كنت بحكم الكلام ده عن طريق الاشارات بس، بوزيتيف ونيجاتيف بتاع اول كولوم موجود معايا بعد ما ارسم الراوس تيبل. طيب الكلام ده مش هيتم معايا في الروت لوكس والبوت بلوت. الروت لوكس والبوت بلوت لا انا برسم الجزء الخاص بالبولز الموجوده معايا دي، ببدا اشوف شكل الزيروز والبولز الموجودين معايا والتراك اللي ماشي فيه او البرانش اللي طالع ما بين البول رايح للزيرو شكله عامل ازاي، وابدا في الاخر اقدر اشوف الجين، احسب الجين الموجود معايا اللي هو كنت بيبقى موجود الكي اللي مضروبه معايا في البسط بتاع المعادله. الجين ده ممكن يبقى جين او الكي ده ممكن يبقى 2 او 3 او 4 او لو الاثنين تحت يبقى النص، يبقى ده دلوقتي ايه اتنيويشن للشغل اللي موجود معايا انا قدرت اعمله على السيستم كامل. طيب في الاخر انا الفاريشن بتاع الكي او الكونستنت الموجود معايا ده اللي انا ببدا ارسمه وابدا اشوفه تأثيره وشكله عامل ازاي على السيستم الموجود، وابدأ في الاخر اقول السيستم بتاعي ده ستيبل ولا مش ستيبل. طيب عشان نتفق مع بعض، احنا كان الراو ستيبل وكنا بنشتغل على الكلوزد لوب سيستم او كلوزد لوب ترانسفير فانكشن. كنت بروح اجيب كلوزد لوب ترانسفير فانكشن اللي هي بالنسبه لي كانت عباره عن جي، كانت عباره عن جي على 1 بلس جي في الاتش، وببدا اشتغل على الترانسفير فانكشن ده. انما بالنسبه للروت لوكس والبوت بلوت بيشتغل معايا على الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. فانا توتال ترانسفير فانكشن اللي بشتغل عليها هي عباره عن الجي في الاتش. فناخد بالنا بس من الفرق ما بيجي يديني روت لوكس او البوت بلوت او لو جه يداني الراوس تيبل. فانا اقدر اتست الاثنين بس واحد كلوز لوب والثاني اوبن لوب. طيب في شويه مفاهيم اساسيه نبدا نتكلم عليها اما اجي اتكلم في الروت لوكس. روت لوكس من اسمه هو ايه؟ جاي من اللوكيشن، يعني انا بجيب مواقع الجذور الموجود معايا. انا دلوقتي روت لوكس ده جاي من اللوكيشن، انا بشوف الجذور الموجوده معايا في المعادله. فانا شغلي كله كروت لوكس بيعتمد معايا هل السيستم موجود معايا بوزيتيف فيدباك ولا نيجاتيف فيدباك. بوزيتيف فيدباك انا هنا ادي السيستم الموجود معايا اهو بالشكل ده، جه في الاخر الاشاره الموجوده هنا دي نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ لو هي نيجاتيف يبقى ده السيستم الموجود معايا نيجاتيف فيدباك، يبقى انا هنا نيجاتيف فيدباك. طيب لو اي حاجه من الاتش اللي موجوده هنا دي فيها نيجاتيف، فنيجاتيف في نيجاتيف ببوزيتيف بقى السيستم بتاعي بوزيتيف فيدباك. الشغل اللي هنشتغله ان شاء الله النهارده في الروت لوكس انا هشتغل معاكم على الجزء الخاص بالنيجاتيف فيدباك. السيستم لازم اتاكد ان هو نيجاتيف فيدباك قبل ما ابدا الشغل الموجود معايا. بوزيتيف فيدباك هيبقى ليه شغل تاني، يبقى النهارده او في الجزء الخاص بالكورس معانا هنشتغل نيجاتيف فيدباك. نيجاتيف فيدباك انا بتاكد ان ده نيجاتيف بالنسبه لي، وهنا الاسات الموجوده هنا كلها بوزيتيف والاسات الموجوده في الاتش كلها بوزيتيف، فيبقى كده توتال السيستم نيجاتيف فيدباك. الاشاره دي لو اتغيرت نتيجه سالب هنا يبقى بوزيتيف، يبقى مش هقدر اطبق عليه السيكونس اللي هنمشي بيه. طيب دي اول حاجه، يبقى انا هنا هشتغل نيجاتيف فيدباك. عايز ابقى عارف ان انا البول بالنسبه لي لما اجي ارسم، انا طبعا برسم الجذور، البول برمز له بالاكس، الزيرو برمز له بالاو او زيرو، اللاين اللي بيوصل ما بين البول والزيرو. يعني انا دلوقتي لو طلع لاين من البول للزيرو بالشكل ده، ده كده اسمه برانش. يبقى البرانش هو الخط الوصل ما بين البول والزيرو، من اسمه هو ايه المنحنى، يعني جاي معايا ما بين البول والزيرو بيبقى طالع بمنحنى. الجين عند الكي، الجين اللي عند البول الكي بتاعته بكام؟ بزيرو. الجين اللي عند الزيرو الكي بتاعتي بانفينيتي. فانا السيستم بتاعي او البرانش بتاعي بيبقى طالع من عند الكي اللي بزيرو لحد ما يوصل للكي بانفينيتي. دلوقتي لو وصل خلاص من زيرو لانفينيتي ده كده بقى اسمه برانش.
فانا هبدا اشوف شغلي المفروض لما يجي لي اي سؤال بيبقى فيه كام برانش، وعلى حسب عدد البرانشز دي ببدا احط المسارات الموجوده معايا، وفي الاخر اوصل ان انا شكل الجيم بتاعي قطع وعدى ناحيه البوست، فدلوقتي السيستم بتاعي انستيبل. طب هو انستيبل من الفاليو من كام لكام؟ كل الكلام ده هيبقى معانا في الرسومات. يبقى انا دلوقتي كده خلاص حددت البرانش. طبعا الان ده نمبر اوف بولز، والان الام هي نمبر اوف زيروز. كده حضرتك حددت اغلب الشغل بتاعنا او اغلب الرموز اللي هنبدا نشتغل بيها، وحضرتك جاي شغال كل ده عشان تبدا تحسب الاستابيليتي بتاع الايه السيستم. الاستابيليتي بتاع السيستم بنحدده بسبع خطوات. هنبدا نمشي ناخد مثال هنا في الشيت ونشوف شكله عامل ازاي. ادي هنا بيقول لي سكتش الروت لوكس الخاص بالسيستم اللي موجود معايا. هنبدا نمشيها واحده واحده، نبدا ناخد بس المساله وهنمشي الخطوات ونطبقها على المساله، مش هنقول الخطوات الاول. هنا السيستم اللي موجود معايا ادي نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ ده نيجاتيف. الاس هنا بوزيتيف ودي بوزيتيف ودي بوزيتيف، وهنا مفيش حاجه، يبقى التوتال السيستم بتاعي نيجاتيف فيدباك. طالما هو نيجاتيف فيدباك هنبدا نشتغل عليه تمام، مفيش فيه اي مشكله. طبعا دي الكي اللي كنت بتكلم مع حضراتكم فيها، دي مقدار الجين اللي بيتغير معايا. طبعا قبل كده كان الفاليو لو تفتكر في الريو ستيبل كنت باجي اقول لك هات لي رينج بتاع الكي اللي يخلي لي السيستم بتاعي ستيبل. هنا احنا هنرسم هنشوف بقى اللوكيشن، يعني قلت لك الروت لوكس جاي من اللوكس جاي من اللوكيشن بتاع الايه بتاع الروتس اللي موجوده معايا، فانا هبدا اشوف مواقع الجذور دي فين وابدا ايه ارسمها. اتاكدت من الكلام ده، دي بالنسبه لي تمثل الجي. الاتش بالنسبه لي هنا يونيتي، زي ما احنا شايفين هنا الاتش يونيتي. فانا دلوقتي لما اجي اجيب الترانسفير فانكشن بتاعتي هجيب الاوبن لوب ترانسفير فانكشن، دي بالنسبه لي اللي هي جي في الاتش. تعالى ناخد الكلام ده نرسمه هنا، ادي شكل المساله، ادي ار اوف اس، ادي السامنج بوينت، في عندك كي على اس في اس بلس 1 في اس سكوير بلس 4 اس بلس 13، وخدت الكلام ده نزلت بيه يونتي فيدباك ورجعت تاني تمام خلاص. ايه اللي هيحصل؟ طلب مني طبعا هنا السي او اس، طلب من هنا الرسم بتاع الروت لوكس، قال لك بلوت الروت لوكس. طيب ابدا اول حاجه او اول خطوه هنبدا نشتغل عليها اللي احنا رحنا جبنا الاوبن لوب ترانسفير فانكشن اللي قلنا هنشتغل عليها. الاوبن لوب ترانسفير فانكشن بتاعتي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن جي في الاتش. الجي بالنسبه لي هي كي على اس في اس بلس 1 في اس سكوير بلس 4 اس بلس 13 تمام. بعد ما جبت الكلام ده هروح اجيب من الاوبن لوب ترانسفير فانكشن هجيب منها نمبر اوف بولز. نمبر اوف بولز اللي موجوده معايا عباره عن ايه؟ دي قلنا البولز بتاعتي هي الان اللي هرمز ليها بالاكس، ده الرمز بتاعها اكس، يعني بلاش تلخبط نفسك انا بس بعرفك ان انا هرمز له باكس. الكلام ده هنا بيساوي كام؟ البولز بالنسبه لي ادي ده بول الثاني ودي معادله تربيعيه فيديني 2 بول، يبقى توتال البولز الموجودين معايا 4. طيب هم عباره عن ايه؟ اس هنا مره بزيرو والبول الثاني بنيجاتيف 1، والاثنين بول دول كونجكت معايا هيبقى سالب 2 بلس جي 3 و سالب 2 ماينس جي 3. كده حضرتك جبت له نمبر اوف بولز. طيب بعد كده هروح اجيب النمبر اوف زيروز، كده بجيب البولز والزيروز الموجودين اللي هي بالنسبه لي ام في الحاله بتاعتي دي بصفر. يبقى انا دلوقتي كده جبت البولز والزيروز. بعد ما جبت البولز والزيروز تاني خطوه اقوم رايح اعمل ايه؟ اوقع الكلام ده على الريل اكسس، يعني هقوم جاي حاطط الروت لوكي، هجيب ما يسمى الروت لوكي اون ريل اكسس. ايه الروت لوكي ده؟ الروت لوكي ده المسار اللي بيبقى موجود معايا اللي واصل ما بين كل بول لزيرو او بول لبول. ده بيبقى موجود معايا ازاي؟ ادي ارسم معايا، ادي جي اوميجا، جي اوميجا، وده الاكس، ادي السيجما. طيب وقع الشغل بتاعك، قلنا هنحط كل بول رمزه ايه؟ قلنا هنحط كل البولز بتاعتي رمزها اكس. طب البولز بالنسبه لي هنا الزيرو، عند الزيرو في اكس، يبقى هنا ادي هنا في زيرو، في اسف عند البول في اكس، البول الاولاني اكس عند الزيرو، وعند السالب واحد يبقى هنا عند السالب واحد كان في بول، وعند السالب اتنين بلس اور ماينس جي تلاته يبقى ادي هنا سالب اتنين اهو، ادي سالب اتنين، اطلع فوق عند سالب تلاته، ادي النقطه دي في اكس هنا وتحت في اكس هنا، يبقى هنا دي سالب اتنين وتلاته وهنا سالب اتنين وسالب تلاته.
تمام؟ دي الاربعه بولز الموجودين معايا. طب والزيروز؟ ما فيش ولا زيرو. خلاص كده انا عشان ارسم بقى اعمل اطبق الروت لوكي اللي موجود معايا. الروت لوكي قلنا بيعمل ايه؟ ما بين كل هاجي من البدايه معايا هنا على جزء الريل اكسس الموجودين، قلت لك بطبق الروت لوكي على الريل اكسس على جزء السيجما الموجود معايا هنا ده. هبدا اعد رقم البولز الموجوده معاك، ده مثلا واحد اهو، ده اتنين، ولو فيه بعد كده تلاته اربعه وهكذا. ايه اللي هيحصل؟ ابدا وصل الفردي بالزاوية، ادي الواحد بالاثنين، ده كده بالنسبه لي روت لوكي، ده اول روت لوكي. طب لو كان عندي ثالث، لو كان هنا في واحد ثالث، هوصل ده بالرابع. طب لو ما فيش رابع هتاخد ده بالانفينيتي، ده هنشوفه بعد كده. يبقى انا الروت لوكي اللي موجود معايا ما بين البول الاولاني والثاني. طب هيقول لي طب ما انا عندك هنا في اثنين بول اهو اهو، قال لك ده ايماجينري، انا شغال على الريل. فانت بتعد الريل اكسس بس، الحاجه اللي موجوده على الريل اكسس هيفرق معايا بول ولا زيرو؟ لا، لو انا هنا عندي بول وبعد كده زيرو وبعد كده بول، هتعد واحد اثنين ثلاثه، هتوصل واحد باثنين وبعد كده تسيب مسافه فاضيه وتاخد الثلاثه. انت بتبدا بالفردي تروح توصله بالانفينيتي، او بثلاثه توصله باربعه لو عندك ايه بول او زيرو في رقم اربعه. تمام؟ هيوضح معانا بقيه المسائل. فانت كده حضرتك جبت، رحت جبت الايه الروت لوكي للريل اكسس الموجود. بعد كده هتروح تشوف عدد البرانشز الموجوده معاك، نمبر اوف برانش. احنا هنا البرانش انا طبعا قلنا ده بول، فالكي بتاعتي هنا بكام؟ قلنا الكي بتاعتي بصفر، البول هناك ايه بصفر، البول هناك ايه بزيرو، كي بزيرو. انا المفروض البرانش بياخد معايا من اول الكي بزيرو لحد الكي بانفينيتي، او يطلع معايا من الجزء اللي هو الخاص بالاكس لحد الاو او لحد الانفينيتي. ليه؟ لان كل الاجزاء الموجوده فوق دي بتند للانفينيتي، فكل الكلام ده بيتنس تو انفينيتي، فانا محتاج اطلع من الكيب زيرو لحد الكيب انفينيتي. طيب يبقى النمبر اوف برانشز الموجوده معايا بجيبها ازاي؟ دي عباره عن الماكسيمم ما بين الان والام. وانا طبيعه الحال بتاعتي ان انا كده كده نمبر اوف البولز او الجزء الخاص بالمقام هيبقى الدينومينيتور اكبر من النومينيتور، فكده كده الان بالنسبه لي اكبر من الام، فالماكسيمم بالنسبه لي هنا هيبقى ايه؟ هو هو الان اللي هو نمبر اوف بولز، عدد البولز الموجوده هو هو نمبر اوف برانشز الموجوده معايا. دي كده عدد البرانشز الموجوده. طيب في الحاله بتاعتي هنا نمبر اوف بولز بكام؟ هنا 4 ناقص الصفر، او مش 4 ناقص 4 اللي الماكسيمم ما بين الاربعه والصفر، فما اجي اجيب الاربعه ماكسيمم بين الاربعه والزيرو هيطلع 4، او خدت عدد البرانشز بتاعتي هتطلع 4، فدي بالنسبه لي هنا 4. دي كده النقطه ايه؟ الثالثه. طيب رابع نقطه موجوده معايا، انا جبت الايه؟ البرانشات. البرانشز اللي انا جبتها دي عباره عن منحنيات موجوده، منحنى هيبدا يطلع من الاكس اللي بزيرو، الاكس اللي عندك بزيرو لحد البول اللي لحد الزيرو اللي عنده الكي بانفينيتي، فده بالنسبه لي ادي هنا كي بزيرو لحد الانفينيتي، او هيطلع من البول اللي بزيرو للزيرو اللي بانفينيتي في نفس اللاين. لو لاين واحد خلاص ده كده خلصان، لكن انا اغلب الشغل بتاعك بيبقى برانشز، بيبقى منحنيات. طب المنحنى هيمشي هيطلع معايا كده ولا كده ولا كده؟ فانت محتاج خطوط مساعده اللي هي بالنسبه لنا اسمها اسمتوت. اسمتوت ده خط مساعد للبرانش الموجود، ما تعدهوش ولا اقطعه ولا اعديه، انا بس بطلع بمحاذاه الخط الموجود معايا ده، عشان ما اجيش مثلا اخد اللاين او الكيرف اللي موجود معايا يطلع معايا بالشكل ده، فانا بمشي محاذاه الايه؟ الاسمتوت الموجود. فبروح رابع خطوه اجيب نمبر اوف اسمتوتس الموجوده معايا. نمبر اوف اسمتوتس دي اجيبها ازاي؟ قال لك دي عباره عن الان ماينس الام، نمبر اوف وودز ماينس الايه؟ الزيروز. فانا في حالتي دي عندي اربع اسمتوت، علشان انا هنا طلعت اربع برانش. طب انا لو كان الزيروز ليها فاليو خلاص هقدر اجمع ان انا في عندي برانشين خلصوا، وهيبقى في عندي بقيه الشغل هيتوزع معايا على الاسمتوت. طيب لحد دلوقتي جبت حضرتك انت البرانشات، جبت اول خطوه الاوبن لوب ترانسفير فانكشن، وجبت الروت لوكي، رحت رسمته، حددت النمبر اوف برانشز والاسمتوتس اللي موجوده معاك. طيب الاسمتوتس دي انا كده جبت عددها، طب الاربع اسمتوت دول ابدا ارسمهم منين لفين؟ قال لك اول حاجه هتروح تجيب السيجما بتاعتها، السيجما سي بتاعتها بكام؟ قال لك ده بيبقى عباره عن عدد البولز ماينس عدد الزيروز على ان ماينس الام. عدد البولز اللي موجوده معايا كام؟ مش عدد السمشن بتاع البولز، سمشن البولز مجموع البولز الموجوده معايا هنا دي. يعني هنا عندي كام بول؟ عندي زيرو بلس ماينس 1 بلس ماينس 2 بلس جي 3 بلس
ماينس 2 ماينس جي 3. اجمع الكلام ده كده السمشن بتاع دي البول ماينس سمشن ايه ده كده سمشن البول ماينس سمشن الزيرو بتاعك اللي هو بصفر زيرو اصلا على ان ماينس ام بتاعي باربعة. طب الكلام ده هتساوي ايه؟ الكلام ده سالب واحد ماينس اثنين بسالب ثلاثة ماينس اثنين كمان بسالب خمسة وده راح مع ده يبقى خلاص يبقى بقالي سالب خمسة على اربعة طلعت معايا بسالب واحد وربع. دي كده جبت السيجما سي. طيب انا دلوقتي كده ادي السالب واحد وربع اللي موجودة معايا ادي دي كانت سالب واحد هاجي هنا سالب واحد وربع في المنطقة دي. دي طبعا كان بالنسبة لي اثنين يبقى ادي سالب واحد وربع هنا تمام. طيب هنا السالب واحد وربع الاسيمتوتس بقى شكل الخطوط المساعده دي اطلع بيها ازاي؟ انا حددت النقطه اجيب الزاويه هل هيبقى طالع كده ولا كده ولا كده هشوف الزاويه. الزاويه اللي موجوده معايا بتاعتي بتبقى اسمها فاي. فاي بتساوي 180 كي على ان ماينس ام هتساوي 180. الكي بتاعتي دي عباره عن ايه؟ الكي دي بتتحدد بوزيتيف 180 كي على ان ماينس ام اللي هي بتاعتي باربعة اللي هي كده بالنسبه لي 45 كي. طيب الكي دي عباره عن ايه؟ قلت لك الكي عباره عن بوزيتيف او نيجاتيف 1 وبعديها بوزيتيف نيجاتيف 3 بوزيتيف نيجاتيف 5 وهكذا. طب هحدد عدد الكيز اللي بعوض عنها دي ازاي؟ قال لك انت موجود معايا الفرق ما بين الان والام 4 يبقى خلاص هتاخد الديفرنس 4 يبقى اخد 4 فاليو من الكي. هعد ال 4 فاليو ازاي؟ اول فاليو بوزيتيف دي الاولى الثانيه هي النيجاتيف الثالثه هي البوزيتيف 3 الرابعه هي النيجاتيف 3 الخامسه هي البوزيتيف 5 نيجاتيف 5 هي الستة بوزيتيف 7 هي الايه السبعة وهكذا وانت ماشي. فانا معايا هنا كام؟ بما ان ال n ماينس m بتساوي 4 يبقى اذا نمبر اوف كيز الكيز بتاعتي هتبقى ب 4 هاخد 4 اللي هي بوزيتيف 1 ونيجاتيف 1 وبوزيتيف 3 ونيجاتيف 3. اما تروح تعوض يبقى الفاي بتاعتي بتساوي 45 كي وابدا اعوض بالفاليوز الموجوده معاك دي اللي هي بوزيتيف 1 ونيجاتيف 1 وبوزيتيف 3 ونيجاتيف 3 يبقى تساوي 45 وسالب 45 و3 في 45 ببوزيتيف 135 وسالب 135 كده حضرتك حددت الزاويه. طيب حددت الزاويه والمكان يبقى انا دلوقتي كده جبت من هنا المكان بتاعي اللي هو سالب 1 وربع ودي الزاويه اللي موجوده معايا كده انت جبت الفاي والسيجما السيجما اهي وجبت الفاي خلاص جيت عند سالب 1 وربع وبعد كده هبدا اول زاويه موجوده معايا فين؟ سالب 45. حضرتك بتبدا تعد ازاي؟ عكس عقارب الساعه ادي اهو تبدا تعد بالشكل ده تمام. فحضرتك بتيجي هنا انتي كلوك وايز هتيجي هنا 45 هتمشي عكس العقارب 45 وهتقوم طالع ادي الزاويه الاولى دي كده 45. طيب تاني حاجه سالب 45 يبقى همشي مع العقارب وهتيجي هنا ادي سالب 45. طيب بعديها بوزيتيف 135 هتمشي كده ادي الحد هنا 90 هنا 180 فالنص بتاعك هنا ادي 135. طيب البوزيتيف 135 هتمشي الناحيه الثانيه هتطلع معاك بالشكل ده. فحضرتك كده جبت دول كده اربعه ده كده مش على بعض واحد لا ده واحد اثنين ثلاثه اربعه كده جبت الاربعه اسيمتوت اللي هبدا اشتغل عليها. طيب جبت الاربعه اسيمتوت كده ده جزء ما كل اللي فات او الاربع نقط الاولين ده كله شغلي على الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. من اول الجزء اللي جاي هبدا اشتغل على الكلوز لوب بس انا كل اللي فات معايا كده ده الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. كده حددت النقط الموجوده معايا حددت الاسيمتوتس والدنيا تمام. اجي بعد كده اعمل ايه؟ حضرتك زي ما اتكلمنا الاربع نقط الاولين دول خلاص انا رسمت بيهم حددت بيهم الروت لوكي اللي موجود معايا. بعد ما حددت الروت لوكي انا المطلوب مني دلوقتي ان انا اروح احدد هطلع ازاي بالبولز اللي موجوده معايا دي عشان يتند معايا للانفينيتي. بمعنى ايه؟ احنا اتكلمنا ان انا شغلي ان كل بول موجود معايا المفروض بيروح لحد الزيرو ده كان الكي بتاعته بصفر وده الكي بتاعه بانفينيتي. طيب الاسيمتوت اللي حضرتك رسمته ده كده كده بيتند للانفينيتي يعني نهايه الاسيمتوت ده كده انفينيتي نهاية ده الانفينيتي وهكذا ده انفينيتي وده انفينيتي. يبقى انا المطلوب مني اعمل ايه؟ اطلع من البول اللي موجود معايا هنا ده وامشي محاذاة الاسيمتوت لحد الانفينيتي. يبقى انا كده خلاص وصلت فعلا طلعت من البول لحد الانفينيتي طلعت من البول اللي هو كان الكي عنده بزيرو لحد نهايتي اللي هي الانفينيتي اللي موجود معايا كده قدرت ارسم البرانش. يبقى انا فعلا عندي اربع اسيمتوت هبدا اتحرك بكل بول. البول الاول اتكلمنا عنه اهو وادي البول الثاني اهو وادي البول الثالث فوق ادي البول الثالث وادي البول الرابع
تمام؟ كده خلاص حددنا مع بعض. انا جيت جبت البولز والزيروز وبعد كده رسمت الروت لوكي اللي موجود معايا. الروت لوكي اللي قلنا بعد البولز والزيروز اللي على الريل اكسس الموجود معايا 1 2 3 وهكذا، واوصل ما بين 1 و2 ما بين 3 و4 ما بين 5 و6. طب لو ما عنديش 6 هتاخد 5 والانفينيتي، طب ما عنديش 4 هتاخد 3 اللي هي اخر حاجه موجوده معاك 3 والانفينيتي. طب هو من عندي واحد بس، خلاص يبقى من 1 للانفينيتي، لكن خلاص 1 و2 بتقفل الروت لوكي اللي موجود معايا. يبقى هنا عندي واحد بس روت لوكي موجود معايا هنا. هنبدا نشوف فايده الروت لوكي ايه دلوقتي. بعد كده حدد النمبر اوف برانشز. البرانشز دي هي المنحنيات الحقيقيه اللي المفروض برسم بيها، دي كلها بتقول للانفينيتي. يبقى المفروض الشغل البرانش اللي موجود معايا ده لما اطلع ببرانش ده كاكا بيقول للانفينيتي. برانش بيقول للانفينيتي بمعنى ايه؟ زي ما قلنا بطلع من بول الكي بتاعتي بزيرو لحد الكي بتاعتي بانفينيتي، يعني لحد زيرو الكي بتاعتي بانفينيتي. ده كده الايه البرانشز الموجوده. طيب انا في برانشات مش عارف ارسمها، فبرسم لها خطوط موازيه او خطوط مساعده، مستقيمات مساعده بتقول الانفينيتي هي كمان، عشان صعوبه رسم الايه البرانشات الموجوده. دي كده الخطوه رقم 4. الاربع خطوات اللي فاتوا دول كان اعتمادهم كلي على الكلوز لوب الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. من اول خطوه رقم 5 هنيجي هنا. الخطوه رقم 5 انا دلوقتي عايز اعرف ايه، وصلت ان انا معايا 2 بول. طب الاثنين بول دول هيطلعوا ازاي او هيتحركوا ازاي؟ المفروض يتحركوا معايا لحد الانفينيتي. هيتحركوا معايا لحد الانفينيتي ازاي؟ هاجي الخطوه رقم 5 احدد البريك بوينتس. البريك بوينتس الموجوده معايا بريك بوينت. بريك بوينت معناه ايه؟ البريك بوينت ده بيبقى نقطه ما بين 2 بول او نقطه ما بين 2 زيرو. طيب لو هي ما بين 2 بول بتبقى ما بين 2 بول خارجه من النقطه، ادي النقطه اللي ما بين 2 بول خارجه منها. خارجه ليه؟ لان البول ده عنده كيب زيرو والبول ده عنده كيب زيرو، فبيطلع البول اللي هو كيب زيرو ده يدور على حاجه عندها كيب انفينيتي، ونفس الكلام بتطلع بالشكل ده. فده بيبقى جاي اهو ده بالشكل ده، وده جاي من الناحيه دي. ادي بوصل بنقطه البريك بوينت ان انا ابقى طالع واصل الكي بانفينيتي. طيب البريك بوينتس الموجوده دي طالما خارج من النقطه ما بين 2 بول دي اسمها بريك اواي. بريك اواي. طيب لو انا جاي من الكي اللي بزيرو واصل هنا، مش هي دي نقطه ما بين 2 زيروز؟ 2 زيروز النقطه دي اسمها بريك ان. البريك ان انا بجمع النقط اللي جايه اهو، خلاص ده دي اتجمعوا هما الاثنين في النقطه دي، اتجمعوا هما الاثنين هنا، يبقى دي كده بريك ان بوينت. البريك ان بوينت دي ادي اتجاهات الاسهم، انا جاي من البول رايح للزيرو، انما البريك اواي طالع من البول طالع لبره للزيرو. طالع من البول رايح للزيرو، وهنا العكس جاي من البول داخل للنقطه مش طالع منها، يبقى دي كده بريك ان بوينت. طيب عشان احدد البريك ان والبريك اواي ببدا اشتغل على ما يسمى الكاركترستيك ايكويشن اللي جايه من كاركترستيك ايكويشن اللي جايه من الكلوز لوب ترانسفير فانكشن. طيب انا كنت كل الشغل اللي فات كان اوبن لوب، طب عشان اروح اشتغل كلوز لوب هجيب ايه؟ هجيب اصل المعادله. المعادله بتاعتنا اهي اللي هي كانت كي على الاس في الكلام ده كله، دي كده كانت المعادله اللي موجوده بتاعت الجي. طب انا هشتغل كلوز لوب، بدل ما كانت جي في الاتش هتبقى كلوز لوب ترانسفير فانكشن جي على 1 زائد جي. طيب جي على 1 زائد جي كل اللي هتيجي تعمله عشان بدل ما تقعد تضرب وتاخد الكلام ده تضربه في واحد وتقسم، لا عشان تفك انت محتاج تجيب الكاركترستيك ايكويشن الموجوده اللي هو معادله المقام. معادله المقام بتاعت الواحد زائد جي في الاتش عباره عن ايه؟ 1 زائد جي في الاتش عباره عن بتاخد المقام اللي موجود معاك هنا ده طالما يونتي فيدباك وتجمع عليه البسط اللي موجود فوق. يبقى تاخد المقام الموجود معاك هنا زي ما هو وتجمع عليه البسط، دي كده بقى بالنسبه لك الواحد زائد جي اتش. عايز تقعد تشتغلها وتثبت الكلام ده مفيش مشكله، بس عشان الاسهل انك هتيجي هنا ادي 1 زائد جي في الاتش بالنسبه لي هتبقى عباره عن المعادله. قلنا المقام هنا كي على اس في اس بلس 1، هيبقى هنا خلاص اس في اس بلس 1، ادي اس في اس بلس 1 في اس سكوير بلس 4 اس بلس 13. ده كده كان المقام وجمعت عليه الكي اللي في البسط. طيب بعد ما جبت المعادله دي كده الكاركترستيك ايكويشن سويها بالصفر. طيب انا جبتها وسويتها بالصفر،
يبقى انا هنا كي بالنسبه لي عباره عن ايه؟ كي في الحاله دي هتبقى ادي كي بتساوي سالب اس في الاس بلس 1 في اس سكوير بلس 4 اس بلس 13. دي كده انا جبت الكي. طيب الشرط عشان اجيب البريك بوينت القاعده بتاعتها بيقول لي هات لي الدي كي باي الدي اس وساويه بالصفر. ده كده عشان اقدر اجيب البريك بوينتس الموجوده. طيب هجيب الدي كي اهي على الدي اس واساويه بالصفر. خد الكلام ده فضله، هتفاضل الكلام ده هيطلع معاك الاس هنا واحد بسالب 4 6 7، اس 2 بتساوي سالب 1.6 بلس جي 2.607، اس 3 بتساوي سالب 1.642 سالب جي 2.607. طبعا انت لما هتيجي تجيب الدي كي باي دي اس فاضل الشغل الموجود معاك هنا ده، وهتبدا تجيب الايه؟ الجذور الموجوده. دي كده المعادله اس في اس في اس تربيع في اس تربيع باس اس 4، فطبيعي لما تيجي تفاضلها هيبقى اس تكعيب، فهيطلع معاك الثلاث جذور الموجودين معاك. طيب الثلاث جذور هتيجي تشوفهم، الجذور الموجوده دي لو هي رقم، لو فيها رقم كومبلكس هترفضها، مش هتدخلها معاك في الشغل. لو رقم كومبلكس هترفضها، انت هتاخد الرقم الريل الموجود معاك. طيب الرقم الريل الموجود معاك اهو، هل ده موجود معايا صح ولا لا؟ هعرف منين؟ فاكرين الروت لوكي اللي في اول خطوه خالص اللي رحنا حسبناه هنا في الرسم؟ وقلت لك هنا في روت لوكي اهو اللي جينا حسبناه، لازم نقطه البريك بوينت تقع على الروت لوكي، لو ما وقعتش عليها هترفضها، يبقى مش تبعك. يبقى انا دلوقتي هنا هتروح لو ما طلعتش موجوده النقطه دي على الروت لوكي اللي موجود هترفضها وتقول ما عنديش ولا نقطه بريك بوينت. يبقى انا عشان احسب انا عندي نقط بريك بوينتس ولا لا، هتحسبها بناء على ان انا عندي نقطتين في اثنين بول ورا بعض او اثنين زيرو ورا بعض، فهيطلع منهم بريك بوينت ان ولا اوي. دي هتشوف على حسب، هو بول لو اثنين بول يبقى دي كده ايه قلنا ايه، ادي اثنين بول اهو بريك اوي، لو اثنين زيرو هتبقى بريك ان. طيب هتروح تجيب الدي كي باي دي اس وتبدا تشتغل. الدي كي باي دي اس طلع فيها رقم ايماجينري بترفضه، بتقول لا. طيب هتشوف الرقم اللي اتبقى معايا سالب 4 من 10. طب انا هنا الروت لوكي اللي موجود معايا هنا من كام لكام؟ من الزيرو لحد السالب 1، يبقى سالب 4 من 10 وقع معايا على النقطه دي، يبقى شغلي تمام. طيب هعيد الرسم بتاع الرسمه اللي فوق دي اهي. قلنا انت جيت حددت ان انا عندي بول هنا عند الزيرو، وبول عند السالب 1، وبول عند السالب 2 وسالب 3، وهنا دي البول الرابع. فهنا عديت قلت دي 1 2، فوصلت ما بينهم، ادي الروت لوكي اللي موجود. طيب بعديها رحت جبت الاسمتوت، ادي الاسمتوت هنا، ورسمت الزوايا عند السالب 1 وربع، هنا اهي 2 3 4. وبعدين بعد ما جبت الاسمتوت رحت حددت بعد كده نقطة البريك بوينت، طلعت معايا بسالب 4 من 10. سالب 4 من 10 ادي النقطة بتاعت الايه؟ البريك بوينت. طب النقطة بتاعت البريك بوينت دي بريك ان ولا بريك اوي؟ هنا عندي بول، فانا المفروض هتطلع من البول، ده هيطلع كده بالشكل ده وده هيطلع هنا. طيب هتطلع من البول ليه خليتها تطلع؟ قلت لك عشان هو المفروض ده بول، البول بتاعي ده الكي بتاعته بصفر، فهو بيدور على ان زيرو يكون عنده كيب انفينيتي. انا هنا ما عنديش زيروس، بس عندي ان الاسمتوت ده بيتند للانفينيتي، فانا عايز ده يخرج. هيخرج ازاي؟ هيمشي ده، هيمشي كده ويمشي كده، ويبداوا الاثنين يتفرقوا، هيبقى في تفريعه من عند نقطه البريك بوينت دي، فدي بقى اسمها بريك اوي بوينت. البريك اوي بوينت دي النقطه الموجوده معايا. طيب بعد ما حددت نقطه البريك بوينت، الخطوه رقم 6، من اول الخطوه رقم 6 انت بتلعب على الجزء بتاع الايه؟ الواي اكسس. بمعنى ايه؟ انا كل اللي فات كنت كل النقط اللي فاتت لو خدت بالي، ادي هنا لو خدت بالك معايا، ادي جبت الاوبن لوب ترانسفير فانكشن، رحت جبت البولز والزيروز الموجودين معايا هنا، وبعد كده جبت الروت لوكي اللي هو على الواي اكسس، وبعد كده جبت البرانشات عددها، وبعد كده جبت الاسمتوت. بعد ما جبت الاسمتوت رحت بعد كده جبت نقطه البريك بوينت اللي هي ما بين 2 بول او 2 زيرو على على الاكس اكسس. طيب كل ده على الاكس اكسس. النقطتين اللي بعد كده اللي هو رقم الخطوه رقم 6 والخطوه رقم 7 انا بلعب على واي اكسس. بمعنى ايه؟ لو انا عندي نقط كومبلكس، سواء الكومبلكس الموجود معايا ده بول زي ما احنا شايفين او 2 كومبلكس زيروز، مش هيفرق معايا. طالما عندي رقم كومبلكس
اتنين values complex هروح اشتغل خطوة رقم 6 اللي هي اسمها الديبرشن ديبرشن and arrival angles. ديبرشن وarrival angles معنى ايه؟ انا حركة هتروح تشتغل لو انا عندي complex boots زي الحالة بتاعت المسألة بتاعي، هروح اجيب سيتا دي. بمعنى ايه؟ انا عندي ديبارشل وارايفل. ديبارشل انا دلوقتي طالع رحيل او طالع من النقطة، فانا بعمل ديبارت من النقطة الموجودة، من اللي بيتحرك منه هو مين؟ البول بتحرك منه واروح للزيرو. فانا دلوقتي بعمل ديبارشل انجل، بجيب الزاوية اللي هتحرك بيها، عشان انا هنا قلت لك في اثنين كومبلكس، فالاثنين كومبلكس دول ده هيبدا يتحرك من هنا يروح يدور على اسمتوت او يدور على انفينيتي. فدلوقتي بيديبارت من الجزء بتاع البول. طب في ارايفل انجل بمعنى ايه؟ لو عندي اثنين كومبلكس زيروز، انا واصل بارايف عند نقطه الزيرو الموجود دي، فدي تو ارايفل انجلز الموجودين. فانا هنا الديبارشل انجل هروح اجيب سيتا ديبارشل هتساوي ايه؟ هتساوي السمشن بتاع الفاي اللي هي زاويه الزيرو minus summation الثيتا بتاعت البولز plus 180 درجة. ده لو انا بجيب الايه الكومبلكس، لو الكومبلكس اللي عندي بولز فبجيب الديبرشن. طب لو الكومبلكس اللي عندي زيروز هجيب الايه الثيتا الفاي ايه هتساوي summation. انا هنا كنت بطرح اللي شغال عنده، انا هنا كنت ديبارشل فقلت لك شغال عند الزي عند البولز فطرحته، هنا شغال عند الزيروز عشان بجيب الارايفل، فانا هنا اللي هطرحه هو الايه الفاي بتاع الزيرو، وهنا هيبقى سيتا بولز هي نفس القانون فوق بلس 180. فهنا ادي الفاي ايه وايه بتساوي سيتا السيتا بتاع البولز ماينس السميشن بتاع الفاي بتاع الزيروس بلس 180. طيب هنبدا نشتغل الكلام ده، هشتغله ازاي؟ ادي السيتا هجيبها ازاي؟ ابدا للرسمه اللي احنا هات الرسمه اللي احنا رسمناها فوق. ادي اثنين كومبلكس موجودين، الكومبلكس الاولاني خد ده مثلا ده اللي هنشتغل عليه، وهتاخد الثاني لانه كونجكت هتاخد عكس الايه الاشاره بتاعت الزاويه. ادي البول الاولاني هتبدا توصله باي حاجه موجوده معاك، اي حاجه زي ايه؟ مش ادي هنا اي حاجه بول او زيرو، مش اي حاجه وخلاص، هنا ده بول هتبدا توصله، يعني هنا البول الاولاني، البول الثاني، البول الثالث، عندي بول رابع خامس، عندي زيرو اول ثاني عاشر، هتبدا توصل ده كله بيه. فالكلام ده ما تيجي تشوفه معايا احنا هنا رسمناه ازاي اهي، انا بعيد الرسم كل شويه عشان بدل ما اقعد اغير الالوان واجمعها لك في الاخر في رسم واحد. فهنا البولز اللي كانت موجوده معايا، واحد موجود معايا عند الزيرو، ادي هنا في بول، وهنا في عند السالب واحد في بول، وكان عند السالب اثنين وثلاثة، ادي سالب اثنين وثلاثة وسالب اثنين وسالب ثلاثة. طيب هاجي هنا طالما انا شغال على الديبرشل والارايفل، قلت هبدا انا هنا هاخد البول الموجود واحد من الكومبلكس وهبدا اوصل بيه بقية البولز او الزيروز الموجودين، ادي الاول ادي الثاني ادي الثالث، وهبدا احسب الزاوية بتاعتي من اليمين، يعني من اليمين للشمال، عايز الزاوية دي قيمتها كام؟ من اليمين للشمال الزاوية دي قيمتها كام؟ نفس الكلام ادي الزيرو بتاعي من اليمين للشمال دي كده 90. فهسمي انا هنا بجيب الايه الديبارشل، فالديبارشل بتاعي مش الارايفل، انا هنا شغال ديبارشل عشان خاطر الموجود معايا بول، فانا الزوايا اللي هتبقى موجوده معايا سيتا، ادي هنا سيتا 1 سيتا 2 سيتا 3. لو كنت شغال ارايفل يعني واخد من زيرو هتلاقيها بفاي، فاي واحد واثنين وثلاثة، هي يعني دي تسمية بس عشان اقدر افرق ما بين البول والزيرو، لان في القانون في سالب، فانا يبقى في فرق معايا ما بين الفاي وما بين الايه؟ السيتا. طيب كده انا معايا سيتا واحد وسيتا اثنين وسيتا ثلاثة، ابدا اشوف الكلام ده مع بعض. هتاخد انت نطبق الكلام ده فين؟ في القانون. انا هنا ادي بالنسبه انا شغال كومبلكس بولز، هشتغل على القانون ده، يبقى انا هنا الكومبلكس بولز الموجود معايا اللي هي سيتا ديبارشل بتساوي سميشن بتاع الفاي زيرو. انا هنا الفاي اللي موجوده معايا ما عنديش اصلا ولا فاي، لان هنا ما عنديش ولا كومبلكس فده مش موجود معايا، ماينس السميشن بتاع السيتا بتاع البولز بلس 180. فانا هنا ما عنديش فده كده بزيرو.
ابدا اشوف السمشن بتاع الايه البولز، هشوف الفاليوز بتاعت الزوايا دي كلها كام واخدها واجمعها مع بعض. طيب فاليوز الزوايا دي بكام؟ انا عايز اجيب الزاويه دي، خد بالك انا هيفرق معايا الكومبلكس ناحيه الشمال والبولز كلها على يمينه، فانا دلوقتي عايز اجيب الزاويه دي قيمتها كام. الزاويه دي قيمتها كام انا مش عارف، طب هجيبها ازاي؟ شايف انت الزاويه دي كلها زاويه قيمتها 180، يعني انا دلوقتي دي كده زاويه دي 180. طيب انا جيت فصلت انا الجزء ده، فانا دلوقتي عايز اجيب الجزء ده بس، يبقى 180 ناقص الحته دي اداني الجزء ده، فانا ده التوتال. طيب لو ده عشان الكومبلكس بالنسبه لي الناحيه دي، طب لو الكومبلكس بالنسبه لي الناحيه دي انا هوصل ده هنا، يبقى انا اصلا هجيب الزاويه دي بس، يبقى خلاص مش هجيب 180 ناقص. انا دلوقتي فرق 180 ناقص من الزاويه على طول، انا هنا الزاويه اللي انا عايز اجيبها دي مش هعرف اجيبها الا عن طريق المثلث ده، فاقوم قايل 180 توتال الزاويه كلها ناقص الحته دي جبت دي، تمام. لكن لو العكس، لو انا موصل البولز الناحيه دي، لو هي كومبلكس الناحيه اليمين جيت انا وصلت، فخلاص انا الزاويه دي بس اللي هتبقى موجوده معايا، هجيبها عن طريق ايه؟ فيثاغورس. طيب هجيب الكلام ده عن طريق فيثاغورس ازاي؟ الزاويه الصغيره دي هنسميها وليكن اف. طيب اف دي هجيبها ازاي؟ مش هي المقابل على المجاور؟ تان ماينس 1 المقابل على المجاور، انا عايز اجيب سيتا 1، يبقى سيتا 1 هتساوي 180 ماينس اف اللي هي الزاويه الصغيره دي، يبقى هتبقى 180 ماينس اف بالنسبه لي هي تان ماينس 1، المقابل بالنسبه لي اللي هو ده، المقابل مش انا النقطه دي بالنسبه لي كانت سالب 2 وقلت لك سالب 2 و3، يبقى هنا دي عند سالب 2 ودي 3، يبقى الطول ده معايا 3، المقابل بالنسبه لي هنا دي 3 والمجاور سالب 2، يبقى 180 ناقص هنا ادي الزاويه اللي موجوده معايا 10 ماينس 1 من 3 على الاثنين. طبعا مالكش دعوه بالاشارات، انت الاشاره بحتاجها عشان خاطر القيمه، لكن انا هنا بجيب مثلث فانا باخد الفاليوز بس 3 على 2، يبقى هنا ده سيتا 1. هحسب ال 180 ماينس 10 ماينس 1 3 على 2، طلعت معاك ب 123.7، تمام. ده الزاويه اللي هي سيتا 1. طيب عايز انا اجيب سيتا 2، سيتا 2 هتبقى عباره عن ايه؟ ادي سيتا 2 الجزء ده، انا خلاص حسبت انا دي كده سيتا 1، عايز اجيب سيتا 2 يبقى الجزء ده الزاويه دي، الزاويه دي هتبقى عباره عن ايه؟ 180 اهي المثلث ده كده، المثلث ده كده، دي كام؟ مش دي كانت سالب 1 ودي سالب 2، يبقى المجاور بالنسبه لي بقى 1 بس، والمقابل زي ما هو 3، يبقى انا نفس الكلام هيبقى 180، يبقى سيتا 2 بتساوي 180 ناقص الزاويه اللي هي دي وليكن دي اسمها تي، خلاص يبقى ناقص التي، التي اللي هي 180 ماينس 10 ماينس 1 كام؟ المقابل زي ما هو ب 3 على المجاور 1، طلعت معايا الزاويه 108.43 كده حضرتك جبت الزاويتين. طيب باقي لي الزاويه الثالثه اللي هي سيتا 3، سيتا 3 اجيبها ازاي؟ سيتا 3 هي الزاويه دي، انا خد بالك تاني انا ادي البول وصلت بالبول الاولاني فجبت سيتا 1، البول الثاني اهو ادي سيتا 2، البول الثالث اهو يبقى الزاويه دي سيتا 3، سيتا 3 اصلا من غير ما احسب هي ايه؟ ب 90 درجه. خلاص انا كده معايا الثلاثه سيتا، الثلاثه سيتا الموجودين معايا، يبقى هعوض في القانون هتساوي سالب 123.7 بلس ال 108.4 بلس ال 90، الكلام ده كله هجمع عليه ال 180، طلع توتال الزاويه يبقى السيتا دي طلعت معايا بسالب 142.13. دي سيتا دي انهي؟ عند الكومبلكس اللي فوق الاولاني. طب ما انا عندي كومبلكس تاني، طب مش هو كونجكت؟ يبقى دي كده سيتا دي 1 وعندي سيتا دي 2 بتساوي 142.13 الكونجكت بتاعها، كده جبت الايه؟ السيتا دي بارشل. يعني ايه قلنا السيتا دي بارشل؟ البول ده الخروج منه هيطلع بزاويه قيمتها كام؟ يبقى دي زاويه الخروج او زاويه الرحيل من البول عشان يبدا يطلع مع اتجاه الاسيمتوت. خلاص كده انا جبت الخطوه السادسه اللي هي بتاعت الديبارشن دي اللي خاصه بالكومبلكس، يبقى الخطوه دي اصلا خاصه بالكومبلكس. لو السؤال بتاعي ما فيهوش بولز كومبلكس السته خطوه سته دي بتعملها سكيب ما بتشتغلش فيها اصلا. طيب باقي لي الخطوه السابعه، الخطوه السابعه اللي موجوده معايا دي تخص مين؟ خطوه رقم سبعه دي تخص التقاطع مع جي اوميجا، بمعنى احنا من واحد لاربعه الخطوات تاني
من 1 ل 4 كان كل الشغل الموجود معايا ان انا احدد الجزء بتاع الريل اكسس الموجود، جبت الجذور وبعد كده رحت جبت الروت لوكي بتاعي حددته، جبت عدد البرانشز بتاعتي قد ايه والنمبر اوف اسيمتوتس. بعد ما خلصت الكلام ده كله شفت البريك بوينتس بتاعتي، هبدا اطلع من الاثنين بول دول ازاي. خلاص انا عرفت ان انا هطلع من هنا، هطلع وامشي ازاي. مش ده هيطلع من هنا، يعني الجزء ده لما اجي اطلع منه هيجي يقطع لي الجي اوميجا ده، هيقطعه ولا مش هيقطعه؟ هشوف انا بقى هل في تقاطع لما اجي اخرج مع الاسيمتوت ده ولا لا. يعني هو شكلها عامل كده، ادي نقطه الاسيمتوت اهي واهي اهي اهي، وانا عندي هنا في بريك بوينت في الروت لوك اهو، ادي الاثنين بول. البول ده عشان يبدا يتحرك هيطلع يمشي مع اتجاه الاسيمتوت بالشكل ده ويقطع الجي اوميجا ولا هيطلع عدل لفوق؟ دي هنحسبها ازاي؟ هنحسبها عن طريق خطوه رقم 7 عشان اعرف التقاطع مع الجي اوميجا الموجود ده، هل في تقاطع ولا لا. نروح نشوف خطوه 7 مع بعض. ادي الخطوه رقم 7 اهي، اسمها ايه؟ intersection intersect with الجي اوميجا. طيب عشان اجيب الانترسكت مع الجي اوميجا، احنا فاكرين خطوه رقم 5 بتاعت البريك بوينت، انا كنت بروح البريك بوينت كنت بشتغل على كاركترستيك ايكويشن. نفس الكاركترستيك ايكويشن اللي حاجه جبتها في خطوه رقم 5 هتشتغل بيها هنا. انا هنا شغال على كاركترستيك ايكويشن اللي حاجه حسبتها اللي هي الواحد زائد، مش انا كان عندي الترانسفير فانكشن جي على 1 زائد جي في الاتش، فحاجه شغال على 1 زائد جي في الاتش. طيب 1 زائد جي في الاتش دي هتساوي ايه في حالتنا احنا هنا؟ اللي هي اس اس 4 زائد 5 اس تكعيب زائد 17 اس تربيع زائد 13 اس زائد كي. دي لما حضرتك تروح تشتغل تجيب الواحد زائد جي في الاتش هيطلع معاك المعادله بالشكل ده. طيب بعد ما يطلع معاك كده هتقوم حاطط، هتشيل كل اس وتحط مكانها جي اوميجا، يبقى هتحط مكان كل اس في دول جي اوميجا. طيب لما حضرتك تشيل كل اس وتحط مكانها جي اوميجا، يبقى هنا دي بالنسبه لي اوميجا اس 4 بلس، هتبقى ماينس بقى عشان الاوميجا اس اوميجا تكعيب اوميجا تربيع منها بسالب 1، الجي تربيع بسالب 1، يبقى بقى لي ماينس جي اوميجا تكعيب ماينس 17 اوميجا تربيع بلس 13 جي اوميجا بلس كي بتساوي 0. طيب حضرتك كده جبت الايه؟ الفاليوز الموجوده المعادله كلها هنا فيها جزء ريل، ده كده بالنسبه لي ريل اهو اهو، في جزء ايماجينري اهو واهو. هتعمل ايه؟ حضرتك هتاخد جزء الريل لوحده والايماجنري لوحده. الايماجنري بالنسبه لي هنا هتجيبه وتساويه بالصفر. الايماجنري بالنسبه لي هنا اللي هو عباره عن ايه؟ المعادله بتاعته سالب جي اوميجا تكعيب اهي، اسف معلش، دي 5 في دي 5 نزلت معايا، يبقى هتبقى سالب 5 اوميجا تكعيب بلس 13 اوميجا. دي كده حضرتك جبت الايه؟ الجزء الايماجنري هتساويه بالصفر. طيب من هنا قدرت اجيب ان اما تيجي تاخد هنا اوميجا مشترك يبقى لي سالب 5 اوميجا تربيع زائد 13 بتساوي صفر. من هنا عندي يا اما اوميجا هتساوي صفر يا اما اوميجا هتساوي موجب او سالب 1.6 اللي هي جذر الخمسه، تمام؟ بوزيتيف نيجاتيف 1.6. طيب ده عشان انا جبت الايه؟ الايماجنري. طيب لو هتروح تجيب ريل كده حضرتك جبت كنت شغال على الايماجنري. طيب لو هتروح تشتغل على الريل وتساوي بالصفر، الريل بالنسبه لي هنا احنا قلنا اللي هو مين؟ اللي هو الاوميجا اس 4، ادي اوميجا اس 4 وعندي 17 اوميجا سكوير، ادي ماينس 17 اوميجا سكوير بلس الكي بتساوي صفر. طيب من هنا حضرتك مش جبت الاوميجا بصفر والاوميجا بوزيتيف نيجاتيف 1.6، عوض عنهم هنا. اما تبقى الاوميجا بصفر يبقى الكي بكام؟ يبقى الكي بزيرو، لما تبقى الاوميجا بصفر يبقى الكي بزيرو، لما تبقى بموجب او سالب 1.6 هتبقى الكي بتساوي بوزيتيف نيجاتيف 1.6125. كده حضرتك جبت الايه؟ الانترسكشن مع الجي اوميجا. كده حضرتك خلاص باقي لك الخطوه الاخيره ان انت ترسم له الايه؟ الروت لوكس. طيب وانا برسم المره الاخيره للروت لوكس قلت لكم هجمع لكم كله على رسمه واحده، هنبدا بالتفصيل نقول الخطوات على الرسم. ادي هنا ادي الجي اوميجا، ادي السيجما،
رحت اول خطوه حضرتك رحت جبتها البولز، ما كان عندي بولز ما عنديش زيروز، البولز بتاعتي كان عند السالب واحد، كان عند الزيرو اسف، وعند السالب واحد، وعند مين تاني؟ وعند السالب اتنين وكام وتلاته، ما كانش اسف هنا ما فيش بول، هنا في بول هنا عند السالب اتنين، وفي بول هنا عند سالب اتنين وسالب تلاته وسالب اتنين وتلاته، ادي الاربعه بول الموجودين معايا. بعد دي كانت الخطوه الايه؟ الاولى رسمت الروت لوكي في الخطوه الثانيه ما بين الاول والثاني، وانا ما عنديش ثالث لاني بلعب على الريد بس. طيب بعد ما رسمت الروت لوكي هجيب النمبر اوف برانشز، طلع معايا اربعه برانش. طيب عشان ارسم الاربعه برانش دول هجيب الاسمتوت، فانا عندي كام اسمتوت حسمتهم؟ طلع اربعه اسمتوت، بجيب نقطه التباقي بتاع الاسمتوت بتاعي، فطلع ان انا الاسمتوت بتاعي عند سالب واحد وربع، فانا جيت عند السالب واحد وربع وقفت وقمت جبت الزاويه اللي هطلع بيها، طلع معايا 45 وسالب 45 و135 وسالب 135، فهبدا اطلع ادي شكل الايه؟ الاسمتوت، وادي الاسمتوت الثالث الاسمتوت الرابع. بعد ما جبت الكلام ده كله هبدا اعمل ايه؟ هبدا ارسم البرانشز الموجوده معايا، بس هعرف يعني هبدا اطلع من البول ده ازاي؟ هشوف انا عندي فيه بريك بوينتس ولا لا. فدي كانت الخطوه رقم 5، طلع معايا في بريك بوينت، البريك بوينت الموجود معايا ده كان واقع عند سالب 6 من 10 اللي هو جوه الروت لوكي، فانا عرفت ان هنا في نقطه بريك بوينت. البريك بوينت دي كانت بريك اوي عشان انا ما بين اتنين بول، فالمفروض ده هيبدا يتحرك معايا. دي كانت الخطوه رقم كده، انا خلصت الخطوه رقم 5. الخطوه رقم 7 ان انا المفروض بشوف في انترسكشن مع جي اوميجا ولا لا، فانا دلوقتي ده مش كومبلكس فهيطبق عليه 5 و7. انا خلاص جبت البريك بوينت وهبدا اتحرك من هنا عشان اطلع مع اتجاه الاسمتوت، هل في انترسكشن ولا لا؟ لقيت فعلا ان في انترسكشن موجود معايا عند مين؟ عند ما يبقى الاوميجا بتاعتي ب 1.6 من 10، كان في انترسكشن عند كي ب 1.6 بالفاليوز بتاعتها ب 37، اسف دي مش 1.6 دي 37.44. طيب عندي انترسكشن عند اوميجا ب 1.6 وسالب 1.6، يبقى انا ده مكان الانترسكشن الموجود معايا. هنا في انترسكت هنا عند واحد، مش هنا دي 3، فانا هنا الانترسكتر 1.6 من 10 وسالب 1.6 من 10. طيب الانترسكت ده جه ازاي؟ هبدا اطلع من البول ده، اتحرك مع لحد ما اوصل البريك اوي واطلع مع موازي للاسمتوت وقطعت الايه؟ الجي اوميجا. نفس الكلام، ادي البول الثاني هيتحرك اهو لحد ما يوصل لحد نقطه البريك اوي وينزل يقطع الجي اوميجا، الكلام ده موازي للاسمتوت الثاني، واحنا عرفنا ان الاسمتوت ده بيتند معايا للانفينيتي وده بيتند معايا للانفينيتي، فانا كده خلصت الاثنين برانش الاولين، ادي البرانش الاول والثاني. طيب ده كده برانش، ده كده اسمتوت، ناقص لي اثنين برانش كمان عشان احقق الاربعه. طيب البرانش الاثنين الباقيين اثنين كومبلكس، عشان كده رحت عملت الخطوه رقم 6 ان رحت جبت الايه؟ الديبارشال انجل. الديبارشال انجل لو تفتكروا طلعت معايا الزاويه 142.43، دي السيتا بتاعت الديبارشال. طيب دي هستفيد منها بايه؟ حضرتك بتيجي ادي البول اهو، اعمل الاحداثيات عنده، هتبدا تعد معايا من اليمين 0، ادي هنا 90، ادي هنا 180، يبقى انا المفروض قبل ال 180 هنا صح؟ ادي ال 142 تقريبا. طيب ال 142 ده كده شكل الاسمتوت. طيب ال 142 المفروض هبدا اتحرك ازاي علشان الزاويه اللي اتحرك بيها؟ انا هنا الزاويه بتاعتي 142 بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ 142 بالبوزيتيف. بالبوزيتيف يبقى المفروض همشي مع العقارب ولا ضد العقارب؟ مع البوزيتيف، يبقى المفروض البوزيتيف معايا همشي مع ضد عقارب الساعة. طيب الزاوية سيتا دي 1 اللي أنا جبتها كانت بسالب 142، اللي هي البول الكومبلكس اللي فوق ده كان بالسالب، بالسالب يبقى همشي مع عقارب، يبقى المفروض همشي أدي الزيرو، أدي سالب 90، أدي هنا سالب 42، يبقى أنا هطلع من هنا وهبدأ أتحرك بالشكل ده. يبقى طلعت من الزاوية أهي، الخارجة بتاعتي من هنا، أدي من السالب 142 وطلعت. طيب الناحية التانية، الناحية التانية الموجودة مع حضرتك هنا، أدي البول التاني، هتحرك بيه إزاي؟ أدي 0، 90، 142، من هنا 142 هقوم طالع وماشي محاذاة الإيه؟ الأسمتوت. يبقى ده طلع بالشكل ده وده بالشكل ده، وقلنا الأسمتوت بيتند للإنفينيتي، فأنا كده قدرت أجيب أدي الروت، أدي البرانش الأول، أدي واحد، أدي التاني، أدي التالت، أدي الرابع. كده قدرت اجيب ان كل واحد من دول الكي عنده بانفينيتي بيتند للانفينيتي، وهنا الفاليو بتاعت الانترسكت اللي موجود معايا هنا جبته بكام؟ الكي عند الفاليو دي
عند الانترسكشن ده احنا حسبناها هنا اهي ب 37. يعني اما جينا حسبنا فوق في الانترسكت قلنا لما يبقى الاوميجا ب 1.6 ادي دي الاوميجا هيبقى الكي عندها ب 37.44 ونفس الكلام هنا كي بسالب 37.44. ادي كده قدرت تجيب الكي ورسمت الايه الجزء الخاص بالروتوكس. طيب لو عايزين نتاكد من الكلام ده وتروح تشتغلوا ماتلاب, لما نيجي نشوف هنا الماتلاب هتلاقي هنا دخلت الجزء الخاص بالنيومينيتور. احنا قلنا النيومينيتور بالنسبه لي هيبقى ايه, هيبقى المعادله ادي عندي كي, الكي مش بحطها في الماتلاب بحط مكانها واحد, فانا بالنسبه لي البسط هيبقى واحد لان انا عايز اشوف الفاليوز تغير الفاليوز بتاعه الكي, فاحط في النيومينيتور معايا واحد. الدينومينيتور عباره عن ايه, عباره عن الكي هنا واحد, الدينومينيتور عباره عن اس, فعندي ثلاث اقواس مضروبين في بعض, فاستخدم الامر بتاع كونف. كونف بيضرب القوسين بحد اقصى قوسين مع بعض, فانا هاخد كونف الاولاني الاثنين الاولين مع يعني هاخد كونف الاثنين الاولين والكلام ده كله كونف مع القوس الثالث, لان كونف اقصى ضرب بتعمله قوسين مع بعض, فانا هضرب كونف اس مع اس بلس 1 واللي هيطلع منها هضربه في اس بلس 2. فهنا هنشوف الكلام ده اهو, ادي الكونف خدت ضرب الاولاني اللي هو اس اللي هي 1 و0, حطيت ادي 1 و0, والقوس الثاني اللي هو اس بلس 1 اللي هو 1 1, واللي هيخرج منها هيبقى كونف الثانيه اهي مع ال 1 و4 و13 اللي هو القوس الثالث. يبقى انا هنا ادي كونف القوسين الاولانيين والثالث كونف مع التوتال بتاع الكلام ده, ده كله الدينومينيتور. رحت بعد كده جبت ترانسفير فانكشن اللي هي نومينيتور على الدينومينيتور. بعديها في عندي امرين ادخل بي زد ماب لو انا عايز اشوف البولز والزيروز اماكنهم فين. لو شيل الامر ده وهروح اجيب الروت لوكس دايركت وهاجي ادوس ادي ماشي تيست مثلا question 1 التسميه مش هينفع يبقى في سبيس. تمام, جيت عملت ران ظهر لي ادي الاوبوت الموجود معايا اللي هو 1 على اس اس 4 بلس 5 اس تكعيب, ده اللي كتب لي ترانسفير فانكشن بتاعتي ورسم لي الروت لوكس الموجود معايا. طبعا لو شفنا ده مع الشغل اللي احنا كنا راسمينه, ادي ده الاوبوت رسم لي عند نقطه السالب 1, دي هنا سالب 1, ادي نقطه السالب 1, ادي النقطه دي اللي هي السالب 2, ادي نقطه السالب 2, فرسم لي قدامنا هنا ايه, رسم ادي طلع عمل انترسكت مع الجي اوميجا في النقطه دي. تمام, ادي نقطه التقاطع مع الجي اوميجا اللي هي 1.6 زي ما احنا كنا حاسبينها هنا, ادي 1.6 مكتوبه قدام حضرتك هنا, ادي 1.6 في الجي اوميجا. تمام, طيب ونفس الكلام السالب هنا سالب 1.6 لما تطلع مظبوط عند الانترسكت. طيب بالنسبه للنقطه دي, دي النقطة اللي هي سالب 2 و 3, فالنقطة سالب 2 و 3 ابتدى ياخد البرانش الثالث وادي البرانش الرابع اللي هو بالاحمر. فلما حضرتك تيجي تشوف الكلام ده ادي الاربعة برانشز الموجودين معايا, طبعا هنا مش هيرسم لك الاسمتوت, ولو اخدت بالك وعملنا هنا زومنج عند المنطقة دي هتلاقي ان هو ابتدى اللون ده كله واخد ازرق, يعني خد دي وابتدى يتحرك بيها ازرق وخد ده الازرق الفاتح ابتدى ينزل بيه يتقاطع, لان الاثنين النقطتين دول في ما بينهم هنا بريك اواي بوينت. ادي رسم الروت لوكس. ان شاء الله هنقف لحد هنا في الفيديو ده وهنكمل ان شاء الله مسائل مختلفه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي باذن الله.